أيضا من الأشياء التي يذكرها عن والده، يقول إنه يمنع الخاطب من رؤية مخطوبته. رؤية الخاطب للمخطوبة في حدود معينة به الشرع، أي مسموح به ولا يجوز منعه، وذلك بأن يرى من مخطوبته ما يرغبه فيها، النظر إلى وجهها وكفها، ويكون ذلك بحضرة محرمها من غير خلوة بها. هذا أمر أذن فيه الشارع بل أمر به، منعه مخالفة للسنة. جزاكم الله خيرا. هذا الكلام منصب على الوالد، ماذا يقول فضيلة الشيخ صالح لهذا الولد؟ نقول لهذا الولد عليك بالرفق بهذا الوالد ومناصحته وبيان الطريق الصحيح له، ويقول ذلك بالرفق واللين والكلام الطيب من غير أن تشدد عليه أو تنفره أو تذكر ذلك للناس، بل يكون هذا بينك وبينه، يكون نصيحة سرية بينك وبينه، لأن هذا أقرب إلى القبول وأقرب إلى البر بالوالد والإحسان إليه. جزاكم الله خيرا وأحسن.